أكم سيف، عندك إحساس إنك بتدخل السجن اليوم؟ الله لا والله العظيم شوف. واضح على شكلي. أنا إنسان والله العظيم إني أقدرك وأعزك على الصعيد الشخصي طبعاً. هذا من تواضعك يا مقدمنا. يا لبا والله. يا أبو مهدي. ولكن أنا عندي إحساس إنك بتدخل السجن. وأنا عندي إحساس بعد الفقرة راح يصير شيء. يصير شيء؟ أصبر. هل تتمنى إنه يغيب عون؟ اتمنى من دقيقه لو بغيب عون من بيحطون بدل فقط انا يا ولد لا يا انا درويش بيحطون أيه؟ جا 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 اللي بيجي في فقره عون لو غاب عون سلطان بن ثقل مرحبا والله ومسهلا ابقى وتحيا مرحبا والله ومسهلا قفل دانه في دوج قمت انا من النوم يوم عشان الصحه والعافيه يلا يجعل ربي هبلك حظ هنا فداك قمت عشان ايش عشان الفقره عشان كنت مقدم يوجع اني شوفوا كيف زادي سايس للهرج ويعرف له بسم الله على قلبه ما شاء الله تبارك الله والعيشة. اسمعني العيشة يعني والله داري انك ما تدور الا للعيشة ولكن اسمعني 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 استاذ سلطان انا شخص اعزك على الصعيد الشخصي ولكن في ذمتك ونرجع للذمة انت قايم عشاني المقدم ولا عشان تاكل والله عشان مناحي حلوين يعني قال قوم يا اخوك قيم قلت ابشر يا سلام يعني طلعت لا انا ولا العيشه ولا عشان مناحي لان امرك حمد دايم لا قوموني قيم العيال والله اني اقوم صعب اقولها لا يا سلام عليك يا سلام يا اخوان يا اخوان قسما بالله يا سلطان هذا عنده كميه براءه صح يا سيف لا صح لا تتفق معي لا انا ما قاعد اطبق بعد اذنك تصير حلوه ايوه تتفق معي طبعا سلطان عندنا اليوم بيقيم هل تثقون في ذمة سلطان ولا ما لا ها تثق معي انت في نفسك جدا جميل جميل ورائع استاذ سلطان الشخص الوسيم الجميل الماثل امامكم الان فاسم. يريد ان يقيم الاكل تصدقون معي انه قايم بس عشان يقيم الصلاة على سؤال الجمهور يا ولد سلطان هو اكثر شخص يطلع في البث سلطان بسم الله على قلبه ما شاء الله تبارك الله انا لاحظت عليه الاجتهاد في الريالتي والله العظيم شهاده وتسجيل ابو مانع وقلت وش جابك يا ابو ثقل قال والله قومي مناحي يوم قومني الله يبين قلت واعز الله انك جبل عليك الله يسلمك والله سجلني فداك يا اي والله جرب من الفد الله يطول عمرك ولا يهينك ويبيض وجهك ويجمل حالك على كل حال أمك الحمد ما بعد أيه. والله الذي لا إله إلا ما بعد أحد يقومني من العيال ولا بغاني اللهم لك الحمد من بداية البرنامج الحين وقلت له هذا من فضل الله سبحانه وتعالى اللي أنزل عليك هذا الخاصية الله يبارك إذا بغيتني في خدمة ولا بغاني أحد في خدمة ولا يقول لا والله ما شاء الله على أنا مقومني في حالة النوم بغيت قصة على عيني لا ما يصير بس ما يدعي عشان وين راح المدح اللي قبل شوي طيب أوه مسرع وانقلب حلاوه انت تونا نقول وش زين سلطان وش حلاوه سلطان على طول قلبت كذا يا سلطان انا والله على هذا الشخص يحسبك بتحرك حابوط ما انت جاي تقيم حفر الحوابيط لا 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 اعتداء لا هذا يسمى اعتداء على فقره المطبخ انا هنا كل شيء الا فقرتي لا تخربها سلطان لو سمحت طيب العيشه وين لو سمحت العيشة قايم عشان العيشة؟ لا بقيم أنت ولا قايم عشان فزعة الخويا؟ فزعة الخويا اجلس الله يجعلني ما عدمك اجلس إلين تزين العيشة وين الكرسي؟ وش؟ يا الله يا سلطان يا الله والجمال الرباني بسم الله تبارك الله بسم الله ما شاء الله لب الابتسامة والنظرة يا شيخ هذه تقطع القلب ولو جبر خاطر ولو سلف من بعيد الله 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 يا الله حبك حبي افتح الطريق افتح رعل الحمد لله على السلامة اطرح انا شوف يدك احترقت؟ لا ما في شيء والله يجعل بعمري يا سيف الحمد لله انا ما راح عيشتنا بس الحمد لله هذه عيشتنا